بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي منسوبي قطاع الطيران المدني في المملكة العربية السعودية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسعدني بالبداية الإشادة بمضامين الإجراءات المتخذة من قيادتنا الرشيدة أيدها الله للحد من تداعيات تفشي فيروس كورونا المستجد في المملكة، والتي كان أحدها تعليق الرحلات الجوية بالمملكة في أواخر شهر مارس الماضي، إلى أن صدرت ولله الحمد الموافقة الكريمة على استئناف الحركة الجوية داخل المملكة العربية السعودية ابتداء من يوم الأحد المقبل. تعلمون حفظكم الله ما لهذه المرحلة من تدابير وإجراءات مقننة للتعامل مع شريحة المسافرين الذين نعود للقاء بهم مجددا والتعامل معهم بكل عناية وإخلاص في مطارات المملكة وفي سمائها المباركة، وفي الوقت الذي تبدأ عجلة الحياة فيه بالدوران من جديد في قطاعنا الحيوي، فإنني أهيب بجميع القوى البشرية العاملة في المطارات وشركات الطيران والشركات ذات العلاقة بمجال الطيران والخدمات اللوجستية وأبطالنا أفراد الطواقم الجوية أن يخلصوا العمل ويؤدوا الأمانة وفق التدابير الاحترازية التي حددتها الهيئة العامة للطيران المدني بالتعاون مع وزارة الصحة، ويكونوا قدوة لإخوانهم المسافرين في مسألة التقيد بالأنظمة والإجراءات الوقائية المتبعة في هذه المرحلة، فأنتم الخط الأول للمنظومة والساعد الرئيسي للتميز المستمر الذي تحققه صناعة الطيران السعودي على مستوى الشرق الأوسط، فبكم دائما نفخر وأمثالكم للمسؤوليات الوطنية نفخر. ختاما أرفع أسمى آيات الشكر والتقدير لمقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهد الأمين حفظهم الله على دعمهم اللامحدود للقطاعات الحكومية والخاصة بشكل عام ولقطاع الطيران المدني بشكل خاص، وتذليلهما لكافة الصعاب التي قد تعترض عجلة نموه خلال الجائحة، سائلا الله العلي القدير أن يحفظ قيادتنا الرشيدة وبلادنا ومواطنيه من كل مكروه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.